اهلا وسهلا، كنرحب بكم من اي بلد. هذا واحد الرساله وشرح للناس، راه كاين الناس كيتعاملوا مع مكاسب وكيطيحوا في مشاكل كبيره. كيجوا عندنا المكاتب ديالنا في مونريال، مكاتب في مراكش وغيرهم، كاين اللي عندهم مشاكل في ما كيعرفوش تقديم ديال لو ام تي، تقديم على لي بيرمي طرافاي وحتى لي زيتيديون، سيرتو الناس المتواجدين داخل كندا كيطيحوا في مشاكل كبيره. علاش؟ كاين اخطاء، كاين واحد القضيه ما كيعرفوش لها، غادي نقولها مباشره، حيت حنا كنجيو عندنا في مورير وكنظن الناس الزبائن راه غادي يعرفوا راسهم، تعاملوا مع هذا المكتب، ومنك كيطيحوا في مشاكل كيجيو عندنا حنا المكتب داب كندا في بيرونجي. غتقولي كيفاش؟ منهم هاد لو تور دو بوطو، راه كيسمعوا تور دو بوطو ما عارفينش اجراءات كيفاش كيعملوا لو تور دو بوطو، خرجوا على الناس كيمشيو كيعطوهم رفض وكيعطوهم امر بالترحيل ومغادره الاراضي الكنديه، بون كيعطوهم ديلي ديال اون سمان ولا دو سمان. هادي من مثلا من الامثله. كاين مشكل اخر، كاين اللي ما عارفش راه علاش كنقول لكم بالاستماره راه ماشي هي لا ريبريزونطاسيون ولا تريتمون ديال شي دوسي، راه كاين فرق، كاين فرق. كاين في لي بيرمي ديتود كيديروا لهم مشاكل، عشان مشاكل ما غاديش ندخل بزاف لي ديتاي لان كتبقى خصوصيه ديال الملفات. ملي كيبغيو يقدموا لهم على بيرمي ديتود لادميسيون سي اكي، هذيك امور ماشي شي حاجه واعره، اهم حاجه هو البيرمي ديتود فيزا. ما كيديروش اجراءات ما غاديش نقولها خصها تعمل قانونيا مع الملف مع الطلب، ما كيعملوهاش. هذا راه مكسب كاين في مراكش، وكاين واحد فور كازا، وعندي الاثباتات ماشي كلام فارغ ومش حاجه. الناس مشاو تما لمونريال وطاحوا بداك المشكل، وكيضطروا كيعطوهم اجل باش يخرجوا. هما هاد المكاتب ما عندهمش حق باش يستنفوا القرارات امام مصلحه الهجره، يعني يقول لاجون دو فيزا راني ما متفقش معاك، جو كونتيس ما دخل هذا السيد خصو يبقى هذا المترجم، ما يقدرش. اذا شنو الحل؟ كيجي عندنا حنا، عندنا الحق. هذا هو علاش كنقول لكم راه عارفين اش واقع، ردوا بالكم. راه سهل تعمر السماره ديرين دومون، ولكن راه صعيب باش تضبط ملف. راه اقولها بكل واقعيه، راه نهار طيحوا في هذه المشكله تقول ما راه كنت سمعت السيد كيقول هذا الكلام، ولكن بون عرفتي تعرف قيمه هذا الكلام اللي كنقول لكم. صافي ربحنا بعدنا نو، كاينين مكاتب داخل مونريال كريديب معترف بها ومتمكنين، راه كاينين، ولكن ماشي داكشي اللي كنشوف في لي ميديا سوسيو. نساوهم، نكون معكم صريح، راه القول الشائع شكل والفعل شكل اخر. كاين اللي غادي يجي هذا الميساج يقول لك لا راه كيدير باغي زعما كاين راه المكتب نو، راه تطيح في هذا المشكل عرفتي غادي تعرف بقيمته. ملي كيقولوا لك انت 6 شهور ولا 7 شهور وانت داخل البلاد، كيقول لك نو فزافي سمين دو سمين بور كيدي التريتوار كنديان، غادي تعرف بقيمة هذا الكلام اللي كنقول لك. ردوا بالكم وعرفوا مع من تعاملوا قبل. حنا راه مكتب قادر على الاستئناف والطعن في القرارات، هذيك المكاتب ما قادرينش على الطعن والاستئناف في القرارات. سولوهم قبل ما تعملوا شي ملف، قول له شوف واش تقدر تمشي قدام المحكمة ولا تستأنف هذا القرار؟ قال لك نعم، قول له كتب لي التزام كونترا انك كتعمل معاه، كونترا كتعمل كونترا دونكاجمون سيرفيس، ما قادرش رد بالك، حنا قادرين جعدنا ونعملوا معاك هذا الكونترا ليغالمون قانونية. إلى اللقاء.